بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة المرحلة الثانية المجموعة بي في مادة الصيدلة الفيزيائية النظري ليوم السبت الموافق 9 كانون الثاني 2021 الساعة 9 صباحا مع المحاضرة 9 والتي تمثل لنا الـ 3 component system. الثري كومبوننت سيستم ثلاثي اللي يحتوي على 3 مواد. النظام الثلاثي اللي يحتوي على 3 مواد. And system containing 3 components but only 1 phase. إذا أدي system يحتوي على 3 مكونات لكن phase واحد. إيش قد degree of freedom راح تكون هنا عندي إذا اعتبرت النظام non-condensed system؟ سؤال لكم، إيش قد degree of freedom؟ السؤال موجه لكم أعزائي الطلبة حتى نراجع معلوماتنا. قد degree of freedom اللي نظام يتكون من 3 مكونات و phase واحد 1 phase 3 component. قد degree of freedom غدير أحمد 4. زين، هاي الأربعة سؤال الجميع، هاي الأربعة شو تمثل لي؟ شو تمثل لي؟ عدد المتغيرات، عافية، عدد المتغيرات 4. زين، هسه السؤال الثالث، سؤال جديد. شنو هن المتغيرات هنا الأربعة؟ شنو هن المتغيرات الأربعة؟ يلا سؤال بسيط، يلا يلا حتى نمشي بالمحاضرة. 70 علي حسين، الحرارة والضغط والتركيز صار 3 ذني ولي رحمة التركيز 3، احنا قلنا 4. يا تركيز، التركيز المكونين. زين، ليش مكونين واحنا قلنا 3؟ هنا السؤال الجديد، تركيز المكونين والثالث تركيز المكونين والثالث عافية زهراء مهدي، تركيز المكونين راح يعطي التركيز الثالث. ممتازة صباح جبار، مجموع تركيز المكونين التركيز الكلي ناقص المكونين يطلع لي التركيز الثالث، يطلع لي التركيز الثالث. If we regard the system as condensed، اعتبر النظام كوندينس اللي هو يعني ما اعتمد البخار بي. زين، واثبت درجة الحرارة the temperature constant then degree of freedom
is 2. Degree of freedom is 2. هنا يصير degree of freedom عندي 2. Because we are dealing with the component, it is more convenient to use a triangular coordinate graph. أنا ما أنا جاي أستخدم ثلاث مكونات، يفضل عندي أن أرسم رسم يكون على شكل مثلث، يكون على شكل مثلث حتى ينطيني. هناك أرسمنا رسم بياني بالأكس والواي لأن كان عندي two component system، شفنا بالفينول والووتر، قدرنا نطلع من عندنا نتائج وصلنا إلى يكون الرسم البياني مفيد جدا باستخراج النتائج. هنا راح نرسم رسم مثلث وهسه نشوفه. Certain typical three component system are discussed here, however, because there are a pharmaceutical interest. For example, هنا ليش ناخذ احنا الـ three component system؟ لان هو قلنا مهم في العمل الصيدلاني، مهم في العمل الصيدلاني. وين مهم؟ Several area of pharmaceutical processing such as crystallization عملية البلورة، salt form selection يا نوع من أنواع الأملاح أختارها زين، لأن أنا عندي مثلا مادة، طبعا مادة مثلا اللي هي مثلا الباراسيتول الأموكسيلين زين، راح أسويها على شكل درج، راح أسويها على شكل salt، لازم أسويها على شكل ملح حتى أستخدمها. زين الملح عندي هواي أنواع من الأملاح، هيدريت، سلفيت وهكذا غيرها، مونوهيدريت. زين فهذا اختيار الملح يكون أيضا عندي. كروماتوغرافيك أناليسيز التحليل الكروماتوغرافي really in the use of ternary يعني ثلاثي ternary system for optimization. راح اختار النظام الثلاثي حتى اوصل الى افضل شيء في كل الاختيارات مالتي وفي العمل الصيدلاني relating to a triangular diagram. القواعد المتعلقة بالرسم المثلث بالرسم هسه نشوف. Before discussing phase and ternary system قبل لا ناخذ قاعدة الفيس equilibrium بالنظام الثلاثي، it is essential that become familiar with the certain rule. وانتم أعزائي الطلاب نكون متعرفين على بعض القواعد المتعلقة بنظام واستخدام المثلث، استخدام المثلث لمعرفة بعض التراكيز والقواعد وبعض الأج المهمة اللي نظام المكون من ثلاث مواد The three component system should have been apparent in discussing two-component system that all concentration were expressed on weight basis. تذكرون بالtwo-component system المكونات كانت تراكزها بمن بالweight. إذا ترجعون لها تشوفون المكونات كانت بالweight per weight. This is because although it is an easy and direct method for preparing dispersion, هي طريقة سهلة ومباشرة لتحضير هذه المحاليل اللي عندنا، أيضا أنا أقدر أستخدم شنو؟ أقدر أستخدم المول فراكشن والمولاليتي، لكن الوزن هو أسهل ومباشر بالتحضير. حتى احضر هاي الماده اوزنها واشوف ايش قد من هاي وزن هذه الماده وايش قد نسبتها من الماده الاخرى، واقدر استخدم المول والمولاريتي، لكن الوزن اسهل لي وهي طريقه مباشره. ايضا هنا أنا بالنظام الثلاثي استخدم الوزن ويت بيسز،
أستخدم الوزن بالنظام الفلاتي. The following statement should be studied in conjugation with figure 227. هنا أدي بعض القواعد لازم أفهمها وخليها ببالي من خلال الرسم المثلث. الكل هنا يباوع لي على هذا المثلث. يباوع لي على هذا المثلث وشوف إيش أعرف من عنده بالبداية من خلال نظرته من عنده وشفت هم من عنده ويجاوبوني هسه. The triangular diagram for a three component system. The triangular diagram الرسم المثلث للمكون السيستم الثلاثي المكونات. يلا السؤال لكم على الرسم وفد استنتاجات طلعوا لي من نهاية نظرتكم الأولى من خلال نظرتكم الأولى. السؤال هو من خلال نظرتك إلى الشكل المثلث الموجود أمامك ماذا استنتجت وماذا عرفت وماذا استوعبت من خلال هذا الرسم من خلال هذا الرسم. مقدار الزيادة صبا مقدار الزيادة والنقصان وين يا وين يا زيادة يا نقصان عقيل زيادة بالمكون الثاني صابرين كريم ثلاثة أنظمة أشلون هاي أحد الأنظمة تزداد وبالتالي قل الآخر مو النظام لازم يقولين كومبوننت وفران فائر اي و بي و سي الزيادة والنقصان بالوزن اكو علاقة بين المكونات وفران صحيح زهراء عقيل هو لازم اكو علاقة زينب فاضل بي و سي يعتمد على زيادة اي يعني ممنون يزداد اخر ينقص مكون يزداد زهر عقل مكون يزداد والثاني ينقص جيد جيد هنا شو نقول هذا الرسم هو نفس المثلث Each of three corner or apics, apex قمة, corner زاوية of the triangular represent 100% by component. هاي القمم الثلاثة أو الزوايا الثلاثة مال المثلث شو تمثل لي؟ هنا شنو جد أكو بهذا النقطة هنا جد أكو من التركيز أي؟ سؤال لكم جد أكو من التركيز أي؟
زراقي، لا غلط غلط، تركيز اي في عادل محمود وزينب فاضل 100. زين ايش قد اكو بي، ايش قد اكو بي هنا؟ أنا السؤال الثاني ايش قد البي، اكتب لي بي يساوي بي صفر، بي صفر هنا مية اي وبي صفر، مية اي وبي صفر. سي زين سي ايش قد، سي ايش قد، سي صفر عافية، هنا مية اي وصفر بي وصفر سي. زين هنا مية منو هنا بيشي هنا الزاوية بي شو تمثل لي؟ هاي الساعة عليها النقطة الحمراء فوق بي مية وسي واي بي مية والباقي صفر صحيح. إذن هنا السي، السي شو تمثل هنا الزاوية سي؟ الزاوية سي تمثل سي 100% صفر. إذن احنا قلنا هذا الرسم مال الـ 3 component system. السائجين أول نقطة القمم الثلاثة أو الزوايا الثلاثة تمثل لي مكون واحد، هنا 100% أي والباقي صفر، 100% بي والباقي صفر، 100% سي والباقي صفر. For example, the top corner point. هذه النقطة تمثل لي 100% أي 100% بي عفواً. The three line joining the corner point represent. هنا زين هنا هذا الخط، الخط بي سي، الخط بي سي. شو يمثل لي الخط بي سي؟ سؤال لكم، الخط بي سي شو يمثل؟ عادل محمود بي ونقصان من مكون سي زيادة بالمكون. إذن هذا هنا شي مثل لي يا نظام كم مكون هنا عندي على طول هذا الخط، على طول هذا الخط بي سي كم مكون هنا؟ مكونين. المكونين ياهو 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 بي وسي. إذن هنا على هذا الخط بي وسي، والأي هنا نشقد الأي هنا على هذا الخط صفر عافية. اجيت لهنا أنا. هذا الخط شي مثل لي يا مكون ويا مكون؟ أي وسي عافية. وبي هنا اشقد؟ وبي هنا اشقد؟ صفر. بي هنا صفر. زين هذا الخط شي مثل لي يمثل لي اي بي، والسي هنا اشقد على طول هذا الخط؟ السي هنا صفر. قلنا هذا النظام للثري كومبوننت سيستم، هاي المكونات الثلاثه وان كومبوننت سيستم صارت في كل كورنر. اجينا على الخطوط الخارجية لثلاثة أضلاع للمثلث، في كل ضلعين تمثل لي two component system تمثل لي two component system. By dividing each line into، هسه أنا من خلال هذا الرسم قلنا شنو أريد نعرف التراكيز، شنو بالرسم أنا أريد أعرف التراكيز. فحتى أعرف التراكيز by dividing each line كل خط من هذه الخطوط equal unit we can directly related the location of a point
along the line to the percent concentration of one component in a two component system. أقسم هذه الخطوط إلى ثلاثة أقسام، عفوا إلى أقسام متساوية تمثل لي 100 وحدة، تمثل لي 100 وحدة. ليش هنا قلنا 100%؟ فأقسمها إلى 100 وحدة. كل خط من هذه الخطوط شيء يمثل لي، يمثل لي 10%. 100% بي هنا ايش قد؟ تسعين. هنا 80 بي، هنا 70 بي، 60، 50، 40، 30، 20، 10 بي وصفر بي، وصفر بي. نفس هذا الخط، نفس هذا الخط، أنا مشيت بهذا الاتجاه، شنت أقلل بالبي. نفس هذا الخط من أجي أريد أشوف الأي. هنا نشقد الأي 100، هنا نشقد الأي 90, 80, 70, 60, 50 هاي أي، و40 و30 و20 و10 10 أي. إذن هنا البيش قد، البيش قد هنا اللي هي 10 أي، تسعين بي، عافية، تسعين بي. زين، اجيت لهاي النقطة، النقطة واي، النقطة واي ايش قد تمثل لي التراكيز بالنقطة واي؟ 50 شنو؟ 50 من الاي والبي، عافية، عادل، جيد. زين، اجيت للنقطة زت، اريد منكم النقطة، اجيت للنقطة زت، خمسة وعشرين شنو؟ صباح جبار، 75 شنو؟ 75 من البي والسي؟ لا ما يصير، يعني 75 اثنيناتهم، 75 زهراء، زهراء مهدي، 75 سي. جيد، إذن البي ايش قد؟ غدير أحمد، 25 بي وخمسة وسبعين أي، غلط، ريم ماجد، 75 سي إي صحيح، والبي فران، 75 سي وخمسة وعشرين بي صحيح. خمسة، إذن شنو؟ إذن هنا 25 شنو؟ 25 بي وخمسة وسبعين سي. هنا اجينا هذه البي، البي 100, 90, 70, 60, 50, 40, 30, 25 شنو؟ بي 25 بي. زين، من أجي هنا أنا إذا أقول increasing C، أقول هنا 0C 10C 20 30، هذا C، هذا 40 50، سبعين، 75 20 بي. أقول هنا 100% سي، 90 سي، 80 سي، 75 زد. يصير هذا بالأخير 75 سي بالزد، بس من مشيت بهذا الاتجاه يصير لو لا؟ بس قولوا لي صح لو غلط.
لا ما يصير. ليش ما يصير؟ شو طلعت النتيجة صحيحة؟ اي هنا زياده بالبي. انا من جيت وحكيت على السي قمت انقص، قلت 190 80 75 صبا جبار عادي يصير. علي محمد حسين لا خطا لا يصير يصير اذا يصير انا اشتغل بهذا الاتجاه. هذا الاتجاه شو اسميه؟ هذا الاتجاه هذا الاتجاه شو اسميه؟ لا لا اتجاه الحركة. مع عقارب الساعة يصير، وعكس عقارب الساعة أيضا يصير، وعكس عقارب الساعة أيضا يصير، ولكن يفضل أنه أنا أستخدم النظام مع عقارب الساعة. هو نفس الشيء يصير والنتيجة صحيحة. إذن ممكن أستخدم كلوك وايز أو كاونتر كلوك وايز. زين. Hence as we move along AB in the direction of B، من أتحرك بهذا الخط باتجاه ال B، we are signifying system of AB. راح يكون عندي نظام من ال AB containing increasing of B، راح يصير عندي زيادة بال B and smaller amount of A. من أنا أزيد، من أنا أشتغل على هذا الخط وأزيد ال B، بنفس الوقت شو أسوي؟ أقلل ال A. نفس الوقت أقلل A. Moving along BC toward C represent system of BC containing more and more of C the closer we approach A. هنا راح شنو أزيد BLC إلى أن أوصل هنا يصير عندي 100% C، وبنفس الوقت من أروح بهذا الاتجاه أزيد SC الأي عفوا وأقلل LC إلى أن أصل إلى هذه النقطة أي اللي تحتوي على إلى أن أوصل إلى هذه النقطة اللي تحتوي على 100% A وصفر من بقية المكونات. إذن هذه النقاط الثلاثة هي تحتوي على شنو؟ تحتوي على One Component System، الخطوط تمثل Two Component System، وكل المساحة اللي داخل المثلث the area within a triangle represent all the possible combination of A, B and C to give the three component system. كل نقطة داخل هذه المثلث شو تمثل لي؟ تمثل لي three component system. The location of particular three-component system within the triangle, for example, point X. هسه قلنا هنا يمثل لي single one-component system، الخطوط تمثل لي two-component system الخارجية، كل النقاط داخل المساحة تمثل لي three-component system. هسه المثال هنا النقطة X، النقطة X ماذا تمثل النقطة X من ترى المكونات الثلاثة؟ ماذا تمثل النقطة X من تراكيز المواد الثلاثة؟ سؤال إيه؟
30 سي 15 اي 15 بي و 30 سي زين سي و 75 زين 30 و 15 45 و 75 لا غلط عادل محمود 85 عادل محمود 15 بي زين والبقية زين زهراء ظافر 15 و 35 50 و 85 135 شوف شلونها صارت زين زهراء ظافر عذراء موحان 15 بي راضين زين فضل 15 اي و 65 سي علي جليل علي جليل عباس هاي 55 و جيد علي جليل وعادل محمود ممتازه الحل الصحيح وشلون انا اقدر اطلع شلون انا اقدر اطلع هذه واحلها نقول هنا اجي اول مره اطلع كميه انا يا نقطه عندي نقطه اكس قلنا نقطة X أجي أسوي شنو أسوي خط هذا الخط هو أول شيء هذا الخط اللي هو الـ A C هو بعكس القمة B العكس قمة B هذا الخط اللي يحتوي على الـ A C والشقد B الـ B شقد يحتوي على الـ B يحتوي على صفر B The horizontal line الخط الأفقي The horizontal line running across the triangle parallel to AC donate increasing percentage of B0 on line AC to B100 at point B هنا أنا أجيب خط أفقي يمر بالنقطة X ويكون موازي هذا الخط AC هنا عندي شنو شقد عندي البي هنا البي شقد عندي بي عافية صفر صعدت هنا البي ايش قص صارت من صعدت هذا الخط عشرة اذا هنا ايش
قد البي؟ إذا هنا قد البي 15. عافية. زين إذا هنا البي 15 طبعا من أصعب، شوف هاي الأرقام هي مالت البي تكون بشكل صحيح. زين إذا أخذ خط أفقي موازي إلى القاعدة أي سي باتجاه البي هو يمثل لي تركيز البي. كل ما أريد تركيز أخذ خط موازي إلى قاعدة تلك القمة لحساب تراكيز تلك القمة. زين إذن 15 شنو؟ 15 بي. البقية اثنيناتهم الأي والسي يمثلوا لي شقد؟ يمثلوا لي 85. ما أقول هاي 15 دول الثنين اثنيناتهم 85. اثنيناتهم 85. Applying similar argument to the other two components in the system, we can say that along the line AB, أجي نفس الطريقة أحسب هذا الخط. هذا الخط من أحسبه أشوف نتيجة C. هذه هنا أشوف نتيجة السي. As we proceeding from the line AB من أجي من هذا الخط AB toward across the diagram the concentration C increases إلى أن أصل إلى القمة 100%. The point X lie on the line parallel to AB. أشوف الخط هذا اللي يمثل لي خط موازي، هذا الخط اللي يمر بالأكس وموازي إلى تلك القاعدة، موازي لازم شيء يمثل لي 30% من LC. هذا أقدر أحسبه من خلال هذه المعادلة. It is follow therefore that the concentration of A يساوي 100 ناقص البي زائد السي، ويساوي 100 البي جد 15 السي 30. طلعت عندي الاي 55%. اشوف الاي صحيح 55%. This is readily confirmed by proceeding across diagram from the line B. أجي لهنا أشتغل على هاي القاعدة وأشوف لي خط موازي إلها يمر وين؟ يمر بالأكس. هذا الخط الموازي هتشي هنا يمر بالأكس وموازي إلى البي سي. أتريد أصعد بالتركيز مالته أو أنزل بالتركيز مالته وأشوف هنا عندي 10 20 30 من الاي 40 50 هنا 60 هنا اذا شنو؟ اذا هنا 55. اوف اي اذا النتيجه صحيحه عندي. اذا النتيجه 55 وبالرسم 55. المكون الثالث اللي طلع من التراكيز اريد اطلع من الرسم واي واحد من عندهم يصير عرفنا انه شلون نطلع التركيز للثلاثه في اي نقطه من تلك النقاط. انه اريد اعرف الاي، اجيب خط موازي الى هذه القاعده اللي يكون تركيز الاي بها صفر، واصعد تدريجيا الى القمه اي واعرف تركيز الاي. هنا انا هم اذا بي اي إذا من خلاله أعرف تركيز المادة، أعرف تركيز المادة سي، وأشوف لي خط يمر بتلك النقطة. زين هنا أنا عندي هو 30 اللي يمر بالنقطة إكس، إذا هو تركيز المادة سي. بالنسبة للنقطة إكس أيضا، بالنسبة للمادة بي أشوف لي خط يمر بالنقطة وموازي إلى قاعدة القمة بي اللي يكون بها تركيز المادة صفر، وأبدي أصعد بالتركيز إلى أن أقرأ
ألقى 15%. إلى هنا نتوقف في هذه المحاضرة، وأتمنى تكون استوعبتوها حتى تكون بداية جديدة للمحاضرة القادمة إن شاء الله.